السلام عليكم. نشوف هاد البت تما وصلنا ان ليميت في مول لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي ديال بيس لانفيني ياك، ومشينا حسبنا ان ليميت في مول لانفيني ديال اف دو اكس سور اكس عطاتني هي موان زان دومي فهم، ومشيت حسبت ليميت في مول لانفيني ديال اف دو اكس موان موان ان دومي اكس، يعني صافي ا اكس، يعني ملي كندير ليميت ديال اف دو اكس موان ا اكس عطاتني هي بلس ان دومي اكس، عطاتني هي زيرو، يعني عطاتني واحد المقارب مائل ياك، مقارب او المستقيم ذو المعادلة. هادشي اش توصلنا في ليكزارسيس في الفيديو اللي فات، ان ايكغيك ذو المعادلة ان دومي موان زان دومي اكس مقارب للسد اف، او مقارب مائل سد اف بجوار موان لانفيني ياك الشباب. وكيف ما كنعرفوا ان الليميت في بلس لانفيني، دونك نحسبوا في لابارتي ديال بلس لانفيني، الليميت في بلس لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي ليا، كيف ما كنعرف ان اف دو اكس حسبنا عند هاد جوج ديال الاشكال، ان كيف ما عطاو لينا ان دومي اكس بلس ال ان دو ان بلس اكسبونسيال موان اكس ياك، ونفسها اف دو اكس كتساوي ليا موان زان دومي اكس بلس ln دو 1 بلس اكسبونسيال اكس ياك الشباب. دونك ليميت في موال لانفيني استعملنا هاد لابارتي هادي، وفي بلس لانفيني عرفنا حنا استعملنا بان التماثل ان اف داله زوجيه يعني متماثله بالنسبه لمحور الافاصيل او بالنسبه لمحور ديال الاراتيب. دونك يمكن ليا دابا نمونطري بان ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي لي بلس لانفيني انطلاقا من هاد لافونكسيون هادي، هي ليميت هذا ديجا عرفناها بانها كتساوي بلس لانفيني غير ك ك ك كبرهان، يا يعني ليميت ديال ان دومي اكس بلس ال ان ديال ان بلس اكسبونسيل موان اكس ياك الشباب. يمكن نستعمل هذه يمكن نستعمل هذه، غير باش نبسط علي نبسط على راسي الجواب، حيتاش في موان لانفيني هنا غتعطيني بلس لانفيني، وموان لانفيني في الاكسبونسيال كيعطيني زيرو غيسهل عليا الحساب، ولكن إذا جات بلوس لانفيني في هاد لابارتي هادي غيجيني صعيب، يعني بلوس لانفيني غتمشي لبلوس لانفيني، إني غتمشي لبلوس لانفيني، وهنا غيكون ليا موان لانفيني، يعني شكل غير محدد، ولكن إذا جيت طبقت هنايا البلوس لانفيني هنا غتكون باينة، مفهوم؟ يعني ليميت في بلوس لانفيني تبلي هنا موان لانفيني، ليكسبونسيال في موان لانفيني كيساوي ليا زيرو، يعني ال ان دو ان صافي زيرو، يعني تهنيت من هاد لابارتي، غيبقات لي غتبقى لي غير هاد لابارتي اللي هي غتمشي ديال بلوس لانفيني، مفهوم؟ يعني غتساوي ليا هي ليميت بلس انفيني ديال ان دومي اكس بلس الليميت ديال ال ان ديال ان بلس اكسبونسيل موان اكس ياك. او ندير لان و كتساوي لي هادي، هادي اش كتساوي لي هي بلس انفيني ياك الشباب، وهادي اش كتساوي لي ليكسبونسيال في موان انفيني، دابا هنا بلس انفيني مع هاد الموان غتولي موان انفيني، وليكسبونسيال في موان انفيني كيف ما كنعرفو الليميت في موان لانفيني ديال ليكسبونسيال اكس كيساوي ليا زيرو ياك، يعني هاد ليكسبونسيال غيمشي ليا زيرو، غتبقى ليا ال ان دو واحد، و ال ان دو واحد كنعرفها ان ال ان دو واحد كتساوي ليا زيرو، مفهوم الشباب؟ دونك هاد لابارتي ديال ال ان غتمشي ليا زيرو، غتبقى ليا ان دومي اكس، دونك صافي كو ليميت ديال ال ان ديال ليميت ديال اف دو اكس في بلس لانفيني غيعطيني اكزاكتومون اللي هي بلس لانفيني، مفهوم الشباب؟ دونك ملي كتعطيني بلس انفيني خصني نزيد ليطاب الاخرى او المرحله الثانيه باش نحدد الفروع اللانهائيه، حيتاش انطلاقا من هاد الريزولتا اللي توصلت ما يمكن ليا نقول والو، مفهوم الشباب؟ دونك خصني نمشي نحسب اف دو اكس سور اكس، يعني نمشي دابا نشوف ليميت في اف دو اكس سور اكس في بلس لانفيني نفسها اش كتساوي ليا، الا قسمت هاد لابارتي اف دو اكس سور اكس غتمشي ليا اكس، غتبقى ليا ان دومي ياك، غتبقى ليا هي ليميت بلس لانفيني ديال اش ديال ان دومي بلس، حيتاش اكس مشات ليا مع اكس، ولتحت غتبقى ليا ال ان بلس ان اكسبونسيال موان اكس سور اكس ياك الشباب. صافي كو ان دومي غتبقى ليا على برا بلس ليميت ديال هادشي بلس لانفيني بطبيعة الحال ديال ال ان ديال ان بلس اكسبونسيال موان اكس سيغ اكس، هنا غتعطيني ديريكتومون اللي كتساوي ليا زيرو، مفهوم الشباب؟ غتعطيني اكزاكتومون سي ان دومي، سيتادير عطاتني واحد العدد، يعني يمكن ليا نحسب الليميت ديال اف دو اكس او اف دو اكس موان ا اكس،
و ا اكس عندنا في هذا التمرين هذا انه كيساوي ان دومي، يعني موان زان دومي اكس، يعني ليميت ديال اف دو اكس موان زان دومي اكس في بلس لانفيني. اش غيعطيني هي ليميت في بلس لانفيني ديال اش ديال موان ديال ان دومي اكس بلس ال ان دو ان بلس اكسبونسيال موان اكس موان ان دومي اكس، ياك الشباب؟ دونك صافي كو موان ان دومي اكس هتمشي ليه مع ان دومي اكس، هتبقى ليا هي الليميت في بلس لانفيني ديال اش ديال ln، يعني ln ديال ان بلس اكسبونسيال موان اكس. وهنا الليميت في بلس لانفيني صافي، هنا في الاكسبونسيال هتمشي ليا زيرو، يعني الليميت هتولي ليا في موان لانفيني، و ln دو ان صافي زيرو. فهم؟ يعني كيف ما توصلنا ان الليميت في لانفيني ديال اف دو اكس موان ان دومي اكس غيعطيني هو زيرو، ويعطينا زيرو كيف ما كنعرفوا بانها تقبل مقارب مائل. مفهوم الشباب؟ المعادله ديال هذا المقارب اللي هي اي كتساوي ا اكس اللي هي ان دومي اكس بيجي وار بلس لانفيني، يعني يقبل، يعني السيد اف يقبل مقارب مائل بمعادلته هي إيكغيك كتساوي ان دومي اكس بجوار زائد ما لا نهاية. مفهوم الشباب؟ يمكن لينا دابا ندوزو الرسم ديال الدالة اف. دونك السؤال الأخير اللي هو الرسم ديال الدالة، الرسم سد اف. كيف ما كنعرفو أن عندنا واحد المقارب مائل أو مقاربين مائلين دو المعادلة في جوار بلس بجوار بلس لانفيني إيكغيك كيساوي ان دومي إكس، أو بجوار موان لانفيني إيكغيك بريم كيساوي ليا موان زان دومي إكس. دونك أنا نسموه دلتا، أو مهم دلتا، وهذا دي ولا مهم شي حاجة بحالك، المهم غير مجرد أسماء وصافي. دونك غندير واحد الرسم تقريبي لهاد الدالة هادي. كيف ما كنعرف بأن إف تناقصية ما بين موان لانفيني حتى لزيرو، كتذكر جدول التغيرات مسمي على هذا الشكل موان لانفيني بليس لانفيني وزيرو، الدالة اف بريم كتنعدم ليا في الزيرو، يعني كاين واحد الملمس افقي في النقطة ذات الإحداثيات زيرو ال ان دو دو. هنا عندي تزايدية، هنا عندي تناقصية، هادي اف بريم وهادي اف. مفهوم الشباب؟ دونك كيف ما كنعرفو كاين واحد المس افقي في النقطة ذات الإحداثيات زيرو ال ان دو دو، يعني كنمشي هاد النقطة هادي كنسميها اول. المهم كاين هنا مماس افقي، يعني هو اول حاجة كنرسم هو المماسات، اول حاجة كنرسمها على المستقي على المنحنى المدرج كنرسم المماسات. مفهوم الشباب؟ دونك عندي المماس الاول اللي هو هذا في النقطة، في النقطة زيرو ال ان دو دو. دونك كيف ما هذا غير رسم تقريبي، كيف ما قلنا في النقطة زيرو ال ان دو دو، ال ان دو دو تقريبا هي اقل ما بين زيرو سانك و ان، يعني في هاد البارتي في هاد البوان هادي. دونك ستادير زيرو ان هاد النقطة دي بالضبط، يعني كيف ما قلنا بان هنا مماس افقي. فهم الشباب؟ يعني الدالة كيف ما شفنا بانها تناقصية وتزايدية من بعد، ليميت هنا في بليس لانفيني وهنا بليس لانفيني، في طبيعة الحال في بليس لانفيني وفي موان لانفيني. دونك المماس الافقي الاول رسمناها هو هذا في النقطة الأ، كيف ما عطيناها هي زيرو، او كيف ما عندنا المعطية انها زيرو ال ان دو دو. دونك الرسم دابا هاد المقاربات المائلين، فهم؟ دونك اي يساوي ان دومي اكس. دونك باش نرسمو يكفي هذه عبارة عن مستقيم او دالة تآلو او دالة خطية، يعني كتمر من اصل المعلم، يعني يكفي اني نعطي نقطة الاكس وتخرج لي إيكغيك، يعني نعطي إلا عطيت زيرو غيعطي إيكغيك يساوي زيرو، يعني غيبدا من أصل المعلم. نعطي أن غيعطيني أن دومي، يعني إذا كان إكس كيساوي أن صافي أن دومي. هذا واحد الرسم تقريبي. إذا كان إكس كيساوي ليا دو إيكغيك غيساوي ليا أن، يعني في هاد البوان هادي. إذا كان تروا صافي تخوا دومي، يعني هي 1.5 تقريبا.
المهم الشباب دابا هذا غير رسم تقريبي. دونك هذا هو المستقيم دلتا، مفهوم؟ و في لابارتي موان لانفيني إيكغيك بريم كيساوي موان زان دومي، وهو عبارة أيضا عن دالة خطية يعني تمر من أصل المعلم، ويكون كيف ما كنعرف بأن الدالة الزوجية يعني متماثلة بالنسبة للمحور ديال الرتيب، مفهوم؟ يعني غيكون نفس الشكل، على هذا الشكل يعني نفسه مفهوم. مفهوم الشباب، يعني هذا الشكل تقريبي وصافي، يعني باش نحاول نوضح الأمور تكون واضحة وصافي. ما عليناش، كيف ما شفنا بأن ليميت بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني، وفي هذا المقارب هذا أو هذا المستقيم هو مقارب مائل بجوار بلس لانفيني يعني فوق منه، يعني غيكون كيمشي لبلس لانفيني. يعني من بعد يعني عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني كيكون واحد يعني يقبل هذا المستقيم هذا كمقارب بجوار بلس لانفيني على هذا الشكل هذا، يعني غيجي هنا غيكون واحد المس افقي على هذا الشكل هذا. مفهوم دابا هي السد اف، هادي في البارتي زيرو بلس لانفيني، وفي زيرو موان لانفيني غتكون مماثلة ليها بطبيعة الحال كيف ما لقيناها في المعطيات، غتكون مماس أفقي ما هي هنا مقارب للمعادلة إيكغيك كتساوي موان زان دو من إكس. مفهوم الشباب؟ دونك هادي هي السد اف بلس لانفيني، وهادي هي السد اف موان لانفيني، بطبيعة الحال نفس السد اف. مفهوم الشباب؟ دونك هذا هو الرسم التقريبي للدالة اف. نتمنى تكون هاد البارتي مفهومة، كان شي حاجة ما واضحاش يمكن لكم تخليوها ليا في التعاليق، وندوز دابا لابارتي التانية ديال التمرين. في لابارتي التانية عندنا جد اكس كتساوي ليا ln دو اكس بلس ان سور لو راسين دو اكس، ومعرفة ليا في المجال واحد بلس لانفيني. دونك اولا جاينا سيدي تحقق من ان جد اكس كتساوي اف دو ال ان دو اكس، مفهوم؟ غنحاولوا اننا نحسبوا اف دو اكس او اف دو ال ان دو اكس، يعني فيما بنت ليا اكس نعوضها ب ال ان دو اكس، مفهوم؟ بالاحرى هنا كيلكو سوا اكس ينتمي الى المجال التعريفي اللي هو واحد بلس لانفيني او المجال اللي عطاونا، مفهوم؟ بطبيعة الحال راه مجال التعريف، مفهوم الشباب؟ دونك عندي صافي موان زان دومي ln دو اكس بلس ln ديال اكس بونونسيال ln دو اكس، فيما كانت اكس كنعوضها بال ln بلس 1، مفهوم؟ اش كتساوي لي هادي؟ هي موان زان دومي ln دو اكس بلس ln ديال اش ديال اكس بلس 1، حيتاش اكس بونسيال ln دو اكس كتساوي لي اللي هي اكس، مفهوم الشباب؟ دونك ستادير كيف ما كنعرفوا ان ان ln دو اكس او ار او واحد العدد حقيقي ينتمي الى ار او كو عدد جذري كيتساوي لي اللي هي ln اكس على بويسونس داك العدد اللي هو على بويسونس ان، مفهوم؟ واللي هي عندي نفس الشكل هنايا اللي هي موان زان دومي، مفهوم الشباب؟ دونك صافي كو موان ln ديال x على بويسونس ان دومي، ان دومي كنعرفو هو لو غاسين، يعني دونك تعطيني لي الغاسين ديال x هي لي بلس ان بلس x، دونك موان ln دو واحد x كيساوي ليا اللي هي ln دو ان سور x، دونك هي ln ديال ان سور x على بويسونس ان دومي صافي غاسين دو x، مفهوم الشباب؟ دونك بلس ln de x plus 1 كيف ما كنعرفو ln de x plus ln de y est égal à ln de x fois y، مفهوم الشباب؟ هادي غنستعملها انا، دونك هي ln ديال اش ديال x plus 1 sur le racine de x صافي exactement g de x صافي g de x، فهم الشباب الجي دي اكس اللي كتساوي لي اللي عطاوها هنا من قبل انها كتساوي
ln ديال x بلس 1 سوغ راسين دو x. مفهوم شباب؟ دابا السؤال الاول جاوبنا عليه. دونك ثانيا قال لك اسيدي استنتج تغيرات الداله جي. عندي اف عارفين التغيرات ديالها بانها تناقصيه في المجال موال انفيني زيرو و زيرو بلس انفيني تزايدي. دونك وعندي اف دو ln دو x ايتيغال جي دو x ياك الشباب. وعندي هاد الداله ln داله متصله وتزايديه قطعا في المجال زيرو بلس انفيني. وعندنا حنا عطاونا في المثال او في ليكزيرسيس ان ندرسو تغيرات غير في ان بلس لانفيني. دونك ان بلس لانفيني ضمن المجال تغير او مجال التعريف ديال الداله الالين او اف كامله، حيتاش اصلا هذا المجال هذا ينتمي لذاك ضمن هذا المجال هذا. دونك يمكننا نقولوا بان و اف وإف تزايدية قطعا على في زيرو بلس انفيني او بالاحرى في ان بلس انفيني، ما عندي فيه حتى شي اشكال، يعني هي ان بلس انفيني ياك الشباب. دونك اف تزايدية قطعا او جي تزايدية قطعا، يعني كتاخذ نفس الرتابه ديال اف. مفهوم؟ حيتاش الداله هذه هي تزايديه ومتصله، يعني اف ديال واحد الداله يعني مركب دالتين تزايديتين ومتصلتان، دونك اف راه تزايدي، دونك راه جي تزايدي قطعا. مفهوم الشباب؟ دونك تزايدي قطعا المجال اللي كندرسو فيه اللي هو ان بلس انفيني. مفهوم الشباب؟ دونك انطلاقا من هذا الشيء يمكن نرسمو جدول التغيرات اللي طلبوه لينا في السؤال. دونك المجال التعريف اللي عطاونا اللي هو ان بلس لانفيني، اف بريم او جي بريم هو اشتقاق ونعدنا جي. مفهوم؟ جي بريم كيف ما كنعرفوا بانها مركب دالتين، او بالاحرى جي هي مركب دالتين، يعني جي عندي هي مركب دالتين، يعني اف او جي بريم كتساوي هي اف بريم ديال جي ديال اكس، او بالاحرى الين اف بريم ديال الين دو اكس فوا الين بريم اللي هي ان سور اكس، و اف بريم في لا بارتي ان بلس انفيني عندي بوزيتيف، و ان سور اكس في لا بارتي 1 بلس انفيني ستريكتومون تاهي بوزيتيف. دونك جي بريم تاهي راه ستريكتومون بوزيتيف. فهم الشباب؟ دونك جي راه تزايدية قطعا في المجال 1 بلس انفيني. ليميت ديال جي في بلس انفيني كيف ما كنعرفو الالين الالين في بلس انفيني كيعطيني بلس انفيني، يعني كفي انني نحسب الليميت في الانفيني ديال اف، يعني الليميت في بلس انفيني ديال جي ديال اكس كيساوي اكس ديريكتومون اللي هي الليميت ديال اف دو اكس، حيتاش الليميت في بلس انفيني ديال الالين كتعطيني بلس انفيني، يعني كفي انني نحسب الليميت في بلس انفيني ديال اف. مفهوم؟ وكيف ما عرفنا من قبل انها كتساوي بلس انفيني. مفهوم الشباب؟ وفي لو ان كيف ما كنعرفو ان جيد اكس او جيد ان كيعطيني هو اف دو الين دو ان، والالين دو ان صافي موان لانفيني، والليميت دونك ليميت فلو ان ديال جي دي اكس بشويه هنا نحسبوها كتساوي دونك هي اف ديال الين دو ان، والالين دو ان صافي زيرو، و اف دو زيرو اش كيساوي ليا انطلاقا من جدول التغيرات اللي شفنا من قبل كيساوي ليا الين دو دو. مفهوم الشباب؟ وهاد النقطه بالضبط اللي شفنا في اف انها تقبل مماسا افقيا. مفهوم؟ دونك هنا عندنا الين دو دو. مفهوم الشباب؟ دونك وصلنا للنهاية ديال التمرين، نتمنى الفيديو يكون مفهوم. لا بارتي ديال الفروع اللانهائية هي اللي كنظن انها ما واضحاش مزيان، غنحاول نوضحوها مزيان في شي فيديو. المهم الجواب ديال التمرين اللي هو هذا، ونتمنى يكون مفهوم. والسلام عليكم.